كنحضروا في هذا الحفل الختامي تاع السنة الدراسية اللي هو حفل بمناسبة تتويج التلاميذ المتفوقين والمتميزين بالمؤسسة في جميع المستويات وجميع الشعب، إضافة إلى تكريم الأساتذة المحالين على التقاعد، إما التقاعد الرسمي أو التقاعد النسبي. وأعد من الأساتذة الذين حصلوا على التقاعد النسبي هذه السنة بعد مسيرة 32 سنة من العمل في ميدان التربية الوطنية، ومسيرة اللي كانت غنية بتجارب بمحطات إيجابية تعلمنا منها الكثير. والحمد لله في آخر المشوار كان أعتبر راسي راضي على المسيرة اللي دوزت في ميدان التعليم، وكانت من التوفيق لجميع التلاميذ والتوفيق للأساتذة المزاولين للعمل ديالهم، ونتمنى التطور وتقدم الميدان التعليم إن شاء الله بالبلاد ديالنا. اليوم كنحتفيو بمرور 25 سنة يعني ربع قرن على تربع صاحب الجلالة على أسلافه الميامين، وهذه مناسبة عظيمة عندنا كاملين المغاربة، وبالتالي جدير بنا احنا كمؤسسة تعليمية أن نحتفي بهذا الحدث لأننا من خلاله نمرر مجموعة من القيم الوطنية لفائدة أبنائنا الذين هم أبناء هذا الوطن وهم رجال المستقبل. وهي مناسبة ثانية لكي نحتفي بفئة مهمة جدا في بناء هذا المجتمع، هي فئة السادة الأساتذة المتقاعدين. هؤلاء الذين قدموا خدمات طويلة ومدة طويلة جدا لأبنائنا، وأنا لهم أن يستريحوا، وبالتالي أقل ما يمكن نقدمه للسادة الأساتذة وأن نحتفي بهم كعربون اعتراف بما قدموه لأبناء هذا الوطن. وهي مناسبة أيضا كي نعرض أمام الآباء وضيوفنا الكرام النتائج التي حققتها المؤسسة. هي نتائج لا ترقى إلى ما كنا نصبوا إليه، هي سنتي بالنسبة للسنة الأولى ديالي هنا، ولكن لدينا مشروع مؤسسة ومشروع طموح من أجل أن نحقق النتائج التي يمكن أن ترضي جميع الآباء وترضينا نحن كذلك كمسؤولين. بالتالي بتعاون جميع الشركاء حتما سنصل إلى الهدف، وأن نحقق كذلك رهان وزارة التربية الوطنية وخاصة الإصلاحات المرتقبة خلال برنامج 22-26.